ايه النهارده راجعين بفيديو جديد. ايه اللي لسه ما اشتركش في القناه؟ يلا يشترك بسرعه ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار على موبايله بكل فيديو جديد انا بنزله. وكمان لو انت متعرفنيش، انا ميمي ودي قناتي. ايه بنعمل فيديوهات عن البشره والشعر وجسمي، روتينات، ريفيوهات، كل حاجه. فكمان لو عجبك المحتوى بتاع القناه متنسيش تشتركي، وكمان لو عجبك الفيديو ده اوعي تنسي تعملي لايك وتشيريه مع صحابك عشان يستفادوا معاكي، واديني كومنت القمر بتاعكم. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا بنتكلم عن سكراب القهوه. سكراب القهوه ده جميل جدا، انا جربته. بنعمل كل المكونات بتاعته موجوده في اي بيت، فبنعمله احنا في البيت. مهمه السكراب يا بنات ان هو بيشيل طبقه الجلد الميت، الطبقه اللي بتكون مليانه بالبكتيريا والتلوث. فمجرد ما بتشيل الطبقه دي باي سكراب، سواء سكراب جاهز سكراب بتعمليه في البيت، بتلاقي بشرتك، بشره يعني جسمك فتحت كده ولونها فتح كده لو هي كانت غامقه. فانتي لما عملتي السكراب فشلتي طبقه الجلد الميت، الطبقه الغامقه دي، فانتي اول ما عملتيه فلقيتي ايه؟ ان البشره فتحت. وكمان في حاجه مهمه يا بنات، ان سكراب القهوه ده هو اصلا بيفتح لون البشره، عشان انتوا عارفين ان القهوه مليانه طبعا كافيين، وكمان بتخلي الجلد ناعم ولونه كده فاتح وملمسه حلو قوي، وتحسي جسمك كده كله ناعم كان جسمك حط عليه كده زبده من كتر ما هو ناعم. فسكراب القهوه ده مهم قوي، جميل، بيفتح البشره، بيخلي الجلد بتاعك ناعم، فممتاز قوي. فالحاجات كلها اللي هنستخدمها النهارده في السكراب هي حاجات موجوده في اي بيت فينا. يعني بنستخدم سكر العادي خالص، السكر الابيض اللي بنعمل بيه حاجاتنا عادي، وبنستخدم القهوه، وايه تاني؟ زيت الزيتون او زيت جوز الهند، اي حاجه متاحه عندك، اي زيت متاح عندك، جوز هند او زيت زيتون الاثنين بيمشوا عادي خالص، بيبقوا كويسين. طب السكراب بنعمله ازاي؟ انا اوريدي عاملاه يعني قبل ما اصور هوريه لكم. انا قلت بس اوريك المكونات اهو، نبعد السكر ونبعد القهوه. اهو السكراب يا بنات، شايفينه؟ بصوا عامل ازاي، اهو ده السكراب. طب انا عملته ازاي هقول لكم دلوقتي. بصوا هو تقيل ازاي، مش خفيف يعني، هو لازم يكون هو كده باين لكم في الكاميرا، كده باين اهو. بصوا عامل ازاي، تقيل مش خفيف، عشان ايه؟ بحس انك توزعيه على الايه، على الجسم كله، بالراحه عشان ايه ما تجرحيش بشرتك ولا حاجه. طب انا عملته ازاي؟ بصوا يا بنات، بتجيبوا طبق عادي وتحطوا لكل معلقه سكر معلقتين قهوه. يعني انا عامله الكميه دي ازاي؟ انا حطيت معلقه سكر واحده بس عشان عايزه اعمل رجلي، وحطيت عليها معلقتين قهوه، لكل معلقه سكر معلقه قصادها معلقتين قهوه، خلاص. يبقى لكل معلقه سكر بتحطي 2 قهوه قصاد الواحده بتاعت السكر. فانتي بتحطي بقى الزيت حسب ايه القوام بتاع الزيت. يعني انتي، انا مثلا القوام ده اللي ان انتوا شايفينه، حطيت معلقه زيت واحده بس، لقيت ان هو كفايه قوي، ما رضيتش اكتر. انا مش عايزه يكون السكراب سايل يا بنات، اوعوا تعملوه سايل، لا، خلوا الزيت كده يعني مندي كده في السكر والقهوه، يعني تحطوا الزيت كده بالنظريه، بنظريتكم انتوا يعني، خلاص. يبقى اهم حاجه انك تظبطي معيار الزيت عشان ما يكترش منك. انا زي ما انتوا عاملين كده، زي ما انا عامله اهو. بصوا انا هحط لكم حته كده منه على ايدي، بصوا بصوا عامل ازاي. بتعملي بقى حركات دائريه، انا مش هتحكم قوي قدام الكاميرا، بتعملي حركات يعني. انا خلاص انا خدت حته كبيره، اي شايفين ايدي، بتعملي بقى ايه؟ حركات دائريه، ما تجرحيش بشرتك طالعه نازله، لا، حركات دائريه، جسمك كله حركات دائريه. بصوا انا بعمل اهو ايدي، القهوه بتفتح البشره يا بنات بطريقه ممتازه. بصوا بصوا عامل ازاي على ايدي، ما بينزلش، ما فيش ملمس زيت بينزل. انا حاطه الزيت بالنظريه كده، ما تكتريش الزيت عشان ايه السكراب ما يبصش منك. وامشوا بقى نفس الطريقة اللي انا بشتغل بيها دي في الجسم كله، هتقشر الجسم كله بالاندر ارم، بالبيكيني، بس بالراحة في البيكيني عشان متعوريش نفسك. بصوا
شايفين السكراب عامل ازاي؟ فممتاز ممتاز ممتاز في تفتيح لون البشرة. العرايس عايزين يفتحوا لون بشرتهم، استمروا على سكراب القهوة هتلاقوا نتيجة ممتازة منه. اهم حاجة تدخلي الشاور جسمك يكون مندي، ما تكونيش مبلولة جسمك كله، جسمك يكون مندي، واشتغلي بقى ايه حركات دائرية. وبعد ما تخلصي السكراب اشطفيه كويس جدا جدا من جسمك كله. فانت لما عملتي السكراب وشلتي طبقات الجلد الميت، فانت اول ما تطلعي من السكراب لازم تغذي الجلد، ان هي خلاص انت شلتي الجلد الميت، بقى ايه الجلد بتاع جسمك نضف خلاص، مبقاش عليه اي ايه بكتيريا ولا اي حاجه زي كده. اول تطلعي من الشاور رطبي، فانت هترطبي جسمك باي كريم مرطب عندك. الكريم ده من ايفا بالجليسرين اهو، معروف طبعا، تحفه في الترطيب، رطبي بيه جسمك كله، بس طبعا ما عدا ايه ما عدا البيكيني، يعني البيكيني المرطب بتاعها اللي هو بانسينول يا بنات، ده ايفا بالجليسرين. ممكن برضه جلايسوليد، ده موجود في كل بيت تقريبا، اللي هو الكريم القديم ده، ده برضو سعره كويس. فأي كريم عم مرطب عندك بس يكون مرطب قوي شوية، يعني بالذات احنا في الشتاء وكده، فانتي رطبي بأي كريم مرطب عندك. وده شكل السكراب، هوريه لكم لآخر مرة، خلوا بالكم يكون القوام بتاعه زي ما انتوا شايفين كده، الزيت ما يكترش منكم، يعني انتوا خلوه بالنظرية كده يا بنات، الزيت ما يكترش منكم، واشتغلي على جسمك كله حركات دائرية. خلاص الجسم كله حركات دائرية. لو عايزين تسألوني في اي حاجة في الكومنتات هرد عليكم. باي باي حلوين، هشوفكم في فيديو جديد.